السلام عليكم البنات، شخباركم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير وفي احسن الاحوال. معكم نورا من قناتي ليديليز دو نورا. الفيديو ديال اليوم البنات هو عباره عن خبيزات او باغيت للساندويشات، كيجيو زوينين بزاف ورائعين، وسورتو دابا الواحد كيكون في هذا الجو كيكون ما قاد ما يطيب ما والو، كيبغي شي حاجه خفيفه كينو لي صوبها في ساعه، وكيكونوا عندكم هاد الخبيزات واجدين اللي كتعمروا بهم ساندويتش ديالكم. وغادي نبدا معكم البنات الطريقه والمقادير، تبعوا معايا حتى الاخر باش تشوفوا كيفاش. عندي البنات 500 غرام ديال الفورس، وبحاله 500 غرام ديال الفينو، ولا تقدروا ديروا حتى السميده رقيقه، جوج معالق كبار ديال الزبده بحراره المطبخ، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، جوج معالق كبار ديال الحليب مجفف، معلقه ديال الملح وكتبقى على حسب الذوق، ومعلقه كبيره ديال الخميره. وهذه هي المقادير البنات اللي غادي نخدم بهم. غادي ناخذ العجانه ديالي ولا القصريه، غندير فيها دوك المكونات كامله، القمح او الفينو، وديما نفس القياس ديال الفورس نفس القياس ديال الفينو. الفورس 500 غرام حتى هو، تقدروا البنات لو بغيتي ديروا كميه اقل منها. عندي الملح، سكر سنيده، حليب مجفف، جوج معالق كبار كيف ما قلت لكم، والخميره معلقه كبيره، الزبده، وغادي نخلط دوك العناصر كامله. ومن بعد غادي نبدا نزيد الماء بشويه بشويه حتى نحصل على العجين اللي بغيت، يكون الماء دافي شويه، ما يكونش سخون غير شويه دافي. وهاي البنات العجينه ديالي فاش تعجنات تكون مدلوكه بزاف كيف ما كتشوفوا مزيان، وتكون مرخوفه العجينه شويه. غادي ناخذها البنات، غادي نجمعها بحال هكا وغنحطها في واحد الاناء وغنخليها تخمر حتى يتضاعف الحجم ديالها عاد باش نخدمها. وهاي البنات شفتوا العجينه كيفاش دايره، هاي من بعد ما خمرات غادي نخدمها شويه بيديه، نخرج دوك الغازات اللي فيها. العجينه كتجي زوينه بزاف، وغادي نبدا نقطع دوك الكويرات ديالي على حساب الحجم اللي بغيت انا، كل واحد وقياسه، صغير متوسط كبير كيف ما بغيتو. انا درتهم شويه متوسطين، هما في الحقيقه ما جاونيش قد قد، غير هي مع ما عنديش الميزان اللي غادي نعبر به، مهم غير عيني ميزاني. كيف ما كتشوفوا من بعد ما شكل دوك الكويرات غادي نبدا نصوب فيهم. دابا غنبدا نجمعهم من الجوانب والوسط ونديرهم شويه بحال بشكل طولي على شكل باغيت هكا كيف ما كتشوفوا، كنجمعها مزيان وكنحطها. وغادي نبقى البنات على هذه الطريقه كيف ما كتشوفوا حتى غنسالي دوك الكويرات ديالي كاملين. كيف ما كتشوفوا راه كتعطي كميه كبيره، زعما ماشي تقدروا تصوبوهم وتحتفظوا بهم في المجمد حتى تبغيوهم وكتجبدوهم تسخنوهم. ها هما كيف ما كتشوفوا البنات. من بعد نجيب واحد طبصيل فيه الحليب، واحد فيه زنجلان، غادي نغطس داك العجينه ديالي في الحليب، ومن بعد غنديرها في الزنجلان وغادي نحطها في اللاطه ديالي. كتقدروا ديروا اي نوع، كديروا سواء زنجلان سواء البافو، اي حاجه
اي حاجه عندكم في الزراعه. انا درت الزنجلان ودرت لافوان شوفان. ولا ما عندكمش البنات الحليب، اللي ما متوفرش عنده الحليب يقدر يدير غير الماء حتى هو كيجي مزيان، ماشي بالضروره. كيف ما كتشوفوا كنبقى على هذه الطريقه حتى كنساليهم. ده ندير دابا هادو بالشوفان نفس العمليه. وفي الاثناء غادي نخليهم شويه يخمروا. كيف ما كتشوفوا البنات ها هما دابا غادي نفلحهم شويه بالموس يكون ماضي مزيان. يبقى على حساب نتوما سواء ديرهم بالطول ولا بالعرض كيف ما بغيتوا البنات ديروهم. وكنخليهم يخمروا واحد شويه، ما كيخمروش كاع بزاف، عندك واحد ربع ساعه كيخمروا فيها. ها هما كيف ما كتشوفوا من بعد ما فلحتهم. وفي هذا الوقت كنكون موجده حتى الفران ديالي مسخنه على اعلى درجه حراره غير تيسخن. ها نتوما كيف ما كتشوفوا ها هما ملي خمروا ليا كنعرفهم خمروا، عملي كتفليحه كتكبر بحال هكا كتحل كنعرفهم راه خمروا. وهما البنات خبيزات ديالي من بعد ما طابوا ما خداوليش الوقت بزاف، مادام حقاش خليت الفران سخن مزيان. من بعد دخلتهم شعلت عليهم غير من التحت حتى طابوا، ومن بعد شعلت عليهم من الفوق. كل واحد كيعرف على حساب الفران ديالو. هانتوما كتشوفوا البنات كيفاش كيجيو زوينين بزاف مفشين شتي العجينه ديالهم كيفاش دايره، كيجيو هائلين في الساندويشات. وكيما شفتو راهم ساهلين في التحضير وما كياخذوش الوقت بزاف. نحل لكم وحده كيفاش تشوفوها من الداخل. ها نتوما البنات شوفوا من الداخل هكا كيبقى عندك هاد الخبيزات، كتعمريهم باي حاجه عندك. ان شاء الله فشي فيديو اخر نوريكم عندي بزاف ديال الوصفات ديال لي ساندويتش. ونتمنى البنات الفيديو ديالي يعجبكم وتشاركوه مع الاصدقاء ديالكم. وبالنسبه للناس الجداد يدخلوا عندي مرحبا بكم معايا، نتمنى تفعلوا الجرس باش يوصل لكم كل ما هو جديد. خليتكم على خير والى فيديو قادم ان شاء الله.